اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا، فن التعامل مع الآخرين. في ناس بيكون عندهم هذا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي بالتعامل مع الآخرين، وبتشوفوا والله هذا الفلان قديش هو بيعرف يتعامل مع الآخرين وقديش هو الناس حتى بتحبه. في بعض الأشخاص ما بيقدروا يتعاملوا مع الآخرين، وهذا فن من الفنون المهمة جدا بتأثر على حياتنا، حتى نحن كيف بدنا نتعامل مع أقرب الناس لإلنا. في ناس تلاقي بدج الحكي دج، في ناس دبلوماسي، في ناس كمان زيادة بتلاقي بجامل. فرح نتعرف عن فن التعامل مع الآخرين مع العزيزة جدا منال علاء الدين، وهي مدربة مهارات حياتية. صباح الخير منال، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير منال. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يعني منال كاتي حكت قديش اليوم في ناس تمتلك هذا الفن وفي ناس ما عندها هذا الفن. ليش اليوم أنا ممكن يكون مهم عندي أمتلك مهارات الفن التعامل مع الآخرين، وهذا ممكن يفيدني بحياتي اليومية؟ أكيد 100%، لأنه هو مفيد بالحياة الشخصية والمهنية والعملية والاجتماعية طبعا. فأكيد بكل مكان إحنا موجودين فيه لازم يكون في عنا إتقان لمهارة فن التعامل مع الآخرين، حتى نقدر نطلع بنتائج أفضل يعني تعاملات فعالة وقنوات تواصل واتصال مع الآخرين. لكن بالبداية خليني أقولكم عن موضوع فن التعامل مع الآخرين. إحنا بالبداية بنعرف إن إحنا كائن حي اجتماعي، صعب نعيش بوحدة وعزلة، فإحنا لازم ندرك هذا الشيء، إنه إحنا تعاملاتنا مع الآخرين قدي رح تفيدنا بحياتنا، نطلع بنتائج كويسة حتى نحقق الأهداف اللي إحنا بنسعى لها. دايما بيكون في عنا رسالة حابين نوصلها لأي شخص بحياتنا، فبالتالي يجب أن نتقن هاي المهارة. إحنا بندرك أنه عنا بيئة العمل، إحنا بنتعامل مع الزملاء بحياتنا حتى الشخصية، مع الأسرة، مع العيلة، مع الأصدقاء، حتى بالشارع ما حدا بيقدر يمشي لحاله أكيد، إلا ما يواجه أشخاص ويختلط بالناس ويختلط مع العالم. لكن بالبداية طبعا حتى نقدر نتقن هاي المهارة رح نتطرق بعد شوي لطرق، صح، طرق كيف نقدر من خلالها نكسب التعامل بشكل بطريقة إيجابية فعالة. لكن بالبداية دائما أنا بحب كتير يعني أسلط الضوء على هذا الموضوع، قبل ما نفكر نتعامل مع غيرنا بدنا دائما ما ننسى حالنا. هذا كتير مهم، يعني الموضوع لأنه الإنسان مش متصالح مع نفسه، اللي مو عارف حاله هو وين هلأ ولوين بده يوصل، صعب يتعامل مع الآخرين. فإحنا نكون متصالحين مع الذات، عنا نظرة إيجابية، وهذه المهارة يعني هي أساسها مهارات أخرى زي ما تطرقتي تحت الهواء. الذكاء العاطفي مهم جدا، الإنسان يكون يمتلك نسبة عالية من الذكاء العاطفي حتى يقدر يتعامل ويواجه الحياة والأشخاص المحيطين. بالإضافة أنا تطرقت لثلاث مهارات مهمة جدا هي بتخلينا نعرف نتعامل مع الآخرين: مهارة التجاهل وفن المسافات واللامبالاة. إذا أتقناهم صح رح نقدر ندرس ونتعلم ونتدرب. خلينا نشرحهم واحدة واحدة، شو رأيك؟ يعني التجاهل لحاله وفن المبالاة تابعة، أعمل واحدة واحدة لم حسنا. هلا بالنسبة لفن، إحنا نقول بالبداية هي المظلة الأساسية الذكاء العاطفي. أوكي. الذكاء العاطفي إنه قادرين نفهم نفسنا صح ونقدر مشاعرنا ويعني والحالة النفسية اللي إحنا بنمر فيها، بالمقابل كمان نقدر نكون كتير في عنا شفافية ووضوح في فهم مشاعر، يعني فهم نفسنا ومشاعر الآخرين، إمتى نتعامل وإمتى ما نتعامل. حلو. لأنه دائما في قاعدة نفسية، إذا أنت مش مستعدة أو الشخص اللي بالمقابل، مو بس إحنا، الشخص المقابل مش مستعد للتعامل، ما رح يكون في لغة مشتركة بيننا وبين. فالذكاء العاطفي بخلينا نعرف إمتى نتعامل وإمتى ما نتعامل. الاستعداد. الاستعدادية وفهم المشاعر وتقديرها، لأنه مش دائما الواحد حتى اللي عنده استعدادية مش دائما قادر. مرات ما بيكون قادر. طيب. الحالة النفسية بتلعب دور. أوكي. نتطرق لفن المسافات. فن المسافات هي مسافة شعورية ما بتنقاس بالسنتيمتر ولا بالمتر، هي مسافة إحنا منحطها بيننا وبين الأشخاص بمختلف الأنواع العلاقات. قد تكون طويلة جدا مع الزملاء، مع الأشخاص اللي نتعامل معهم، مع المعارف، وبتقصر حسب طبيعة العلاقة. بس في قاعدة نفسية بتقول لا تقترب حد الالتصاق ولا تبتعد حد الافتراق.
قديه لما بنتقن هاي القاعدة النفسية حيكون دايما بمكانة صح، عم نحمي نفسنا، قاعدين في مسافة الراحة تبعتنا، وبنفس الوقت عم نكسب العلاقات على مختلف الأنواع. نتطرق لفن التجاهل. مهم جدا. فن التجاهل مرات بيكون مع الأحداث، مرات بيكون مع الأشخاص، حسب الظروف. مرات هو سلاح ذو حدين، قد يكون التجاهل مصدر قوة وقد يكون مصدر ضعف. فنعرف أين تيكون مصدر قوة نتقنه ونطبقه بشكل صح، وأمتى أبداً نعتبره هو السكوت وعدم التجاوب مع الآخرين في مراحل معينة قد يكون مؤشر ضعف، فلازم نعبر ونحكي طبعاً. فهون المرونة، يعني تسمى المرونة في التعامل، أمتى نصمت ويكون مصدر قوة لنا، وأمتى نتحدث لأنه هو هاي هي مصدر قوتنا. طح. هون كمان انه بدنا نتقن هاي المهاره، بالاضافه لمنتوجها بمهاره فن اللامبالاه. فن اللامبالاه، فن اللامبالاه، يعني مش ضروري نركز كل شيء بيصير بحياتنا، لكن ما بنسمعها لظروف عم نعيشها، في كتير امور بالحياه ما بيصير نعطيها اكثر من قيمتها بما فيهم الاشخاص. هاي حمايه ذاتيه للنفس. التجاهل صح. مع الاخرين واللامبالاة مع النفس. جميل. حتى نحمي حالنا لنقدر نتقن الطرق المتبعة اليوم رح نحكي فيها في فن التعامل مع الآخرين. إيش هي الطرق؟ أنا كيف بدي أتعامل مع الناس؟ يعني في بعض الأشخاص بتلاقي أنه سهل التعامل معهم، تقدر تستوعبيهم. في ناس كثير صعبين، في ناس ما بتغيروا، في ناس دق المي وهي مي، ففي ناس جد والله، في ناس أنه خلص والله فن التجاهل مع الأشخاص كثير أريح. فكيف بدي أكون أنا؟ أنا من الأشخاص بالي طويل، يعني أنا معروفة بالي طويل وبساير، ولكن بتوصل لمرحلة في بعض الأشخاص أنه خلص تطلعيهم برا حياتك كثير أفضل من أنك تضلك موجود. هم نرجع للتفكير الإيجابي. أوكي. هم نرجع للتفكير الإيجابي. هلأ مش كل الأشخاص اللي إحنا مش الهدف الأساسي والرئيسي كأنه إحنا كائنات حية اجتماعية إنه لازم نصادق الكل ونرضي الكل. هون الموضوع مهم كتير. لا. مش شرط أنا أعجب الكل كمان. لا لا، أنت الإنسان بيعمل بما يلزم حسب الظرف اللي أنت بتعيش فيه. بس مش كل الأشخاص في حياتنا يستحقوا نعطيهم مسافة أكبر وأكثر ونعطيهم من وقتنا بشكل يعني كتير كبير. أكيد لا، بس بدنا نعرف. هلأ في أشخاص يعني يدوب كلمة مرحبا بتكفي، لأنهم من أصلا لا يعني يعني لنا شيء بالحياة، وبالإضافة لأنه في كتير أولويات إحنا نرتب أولوياتنا. فالأشخاص المهمين بحياتنا هون بدنا نتعلم كيف نتعامل معهم، مش معناته أنه لازم إحنا مضطرين نتعامل مع الكل. لا، هي بنسب مختلفة وحسب الظروف اللي احنا منعيشها. بس احنا الهدف الأساسي لما بدنا نتعامل مع الأشخاص نعرف نتعامل بأحسن الطرق ليكون النتائج دائما بطريقة حلوة. طب منال، في كثير أشخاص بطبيعتهم اجتماعيين وبنقولهم والله فلان اجتماعي بيحب الناس وبيحب يتعرف على الناس، لكن اليوم الطرق أني أتعامل أنا كاجتماعي مع هؤلاء الأشخاص، وكيف أقدر أميز الأشخاص اللي أتعامل معهم؟ في ناس بيقول لك أنا بعرف مثلاً كاثي ما بتحب تشتغل معي مثلاً، على سبيل المثال طبعاً. على سبيل المثال. فاليوم أنا كيف بقدر أتعامل مع كاثي بفن إنه أنا ما يتأثر على حياتي أو على نمط عملي في 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 بيئة العمل تحديداً؟ هلا بغض النظر عن طبيعة الشخص اللي عم تتعامل معه، قديش هي أهمية التعامل. إذا زميلتك بالعمل أنت مضطر تتعامل معها، بدك للحد معين تتأقلم، تحدث عن تأقلم في بيئة العمل، بدك تتعايش مع الموقف وتتقبلها. هون عندنا مع الأشخاص التقبل مهم جدا في الأشخاص اللي هم المفروضين إحنا مفروضين علينا نتعامل معهم. نعم. بالفعل، إن كان في بيئة العمل أو كان حتى في العيلة والأسرة. نعم. والأصدقاء. هلأ إمتى بنقول إحنا مش مضطرين نتعامل مع شخص مش مهم بحياتك؟ طب مش مضطر تتعامل معه، بس لما تكون مضطر لا، بدك تعرف تكون على الحد الأدنى حتى تكسب يعني العلاقة ما بينك وبينه وتحقق الهدف من وراء هذه العلاقة. نعم. بس هي هيك. طب اليوم فن هذا التعامل هو يعني مكتسب ولا بتشوفيه بالفطرة بيجي معنا؟ وفي ناس ما بتقدر تقول لك أنا ما بقدر، روح مفرفطة بديش أتعامل مع الناس. هلا هي بالبداية هي قدرات. في عند أشخاص زي ما أنت قلتي عندهم نفس طويل بيقدروا يعطوا فرص. بس مش كل الأشخاص يمتلكون هذه القدرة النفسية للتعامل بأقصى درجة. بالنتيجة بنشوف حسب مصلحتنا. إذا كان إحنا مضطرين إنه إحنا عم نخسر
بهذه الطريقة أو بهاي الحالة النفسية اللي إحنا عم نعيشها، لا بدنا ندرب نفسنا، لأن النتيجة هي هاي مهارة. هي قد تكون جاي وراثية، لكن إحنا منطورها، هي مهارة مكتسبة فيما بعد. حتى كل شخص، لو حتى شخص اجتماعي وما عنده، ما عم يسقل هذه المهارة، قد يفشل في مرحلة ما. فهي الإنسان لازم دائما يتدرب ويتعلم ويطبقها بحياته حتى يوصل لأفضل نتيجة. منال اسمعي لي أخيرا إذا سمحتي لي، بس إحنا ما حكينا عن الطرق، مهم جدا. يلا ضروري، ما هو بدنا نعرف الطرق، لكن أيضا سريعا إذا سمحتي، اليوم في أشخاص ممكن ظروف الحياة علمتهم، ممكن مر بظروف معينة علمته واكتسب بعض المهارات للتعامل مع الناس. تحدث عن كيف ممكن أكتسب هاي المهارات، وإيش هي الطرق اللي ممكن أنت ممكن تحكي لنا إياها سريعا إذا سمحتي. أكيد. هلأ بالنتيجة هو قد نكتسبها بحياتنا الاجتماعية والعملية، لكن إحنا مرات مضطرين أنه إحنا ندرب حالنا عليها، إما من عن طريق القراءة على اليوتيوب، بأي وسيلة كانت. إحنا إذا عنا وعي وإدراك أنه إحنا بحاجة لصقل هذه المهارة، لأنه النتائج دائما نشوف أنه إحنا بنتعامل مع الناس والناس مش متقبلتنا، فأكيد في شيء غلط في الأسلوب، في أسلوب التعامل. فبدنا نرجع نتعلم ونتدرب حتى نطبقها بحياتنا بشكل سليم. خلينا نعرف سريعا شو هي الطرق اللي لازم إحنا نتعلمها ونتدربها حتى نكسب العلاقات اللي إحنا بدنا نستثمر. شوف كيف دون مصالح، دون مصالح، بس في مصطلح دون مصالح، هاي العلاقة بدون مصلحة. هلأ ما حسب طبيعة العلاقة. ما فينا مرات في مصالح ومرات ما في مصالح، بغض النظر شو طبيعة العلاقة. هلأ أهم حاجة إحنا منقول التقدير. التقدير هي أولى مفاتيح التواصل والتعامل مع الآخرين. صح. هي اللي إلها تأثير على القلوب والعقول. هي مهمة جدا بحياتنا، هي من خلال إنه لما منعبر عن سعادتنا وعن امتنانا لأفعال الآخرين، إحنا منجذبهم لألنا، بخليهم يحبونا وبالتالي بحبوا يتعاملوا معنا. صح. فأول نقطة مهمة من الطرق اللي لازم نتقنها هي قلنا التقدير. ثاني شيء الثقة. الثقة، كل ما بتزيد الثقة كل ما بتشوفوا قديش الناس رح تتعامل معاكم، تعطيكم أكثر ما إن إحنا منتوقع أو منتخيل. وبالتالي فأنه كل ما كانت الثقة كبيرة كان التعامل فعال، بتعزز العلاقات الإيجابية وبالتالي في إنجازات ونجاحات كتير كبيرة. شغلة كمان مهمة كتير هي المجاملة الصادقة وليس نفاق، هي إنه تشوفي شو عنده وتضوي له عليها. شكرا. إحنا كتير مرات بقول إحنا منجامل على حسابنا، هاي ما اسمها مجاملة، هاي اسمها نفاق. صح. فدايما احنا للاسف مجتمعاتنا بنستخدم مصطلحات بطريقه سلبيه. صح. ومن احنا بنتهم المصطلح، والمصطلح هو بيت كل البعد. صح. فالمجاملة الصادقه والاحترام والكلام اللطيف هو اللي بيخلي في قنوات تواصل واتصال ولغه مفهومه للتعامل مع الاخرين. صحيح. بالاضافه للابتسامه، الابتسامه اللي وصلنا عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. التبسم بوجه اخيك صدقه. قديه هاي بتعمل، بتاثر القلوب، بتخلي في لغه واضحه نقدر نتقبل بعض ونفهم بعض. فالراحه النفسيه في التعامل، ما شخص يكون مرتاح بيعطي للجلسه راحه، وشخص يكون متوتر مش بتكوني مش قادره تسمعي له. صح. فالتاثير السلبي بيوصل وبالتالي في بصير في حاجز بينك وبينه. صح. صح. مرات على مستوى كمان المبادره بالحديث، الانسان لما بيبادر زي كأنه بيكسر الحاجز بينه وبين الاشخاص اللي عم يجب يتعامل معهم. فمرات الانسان لازم يبادر، حتى المبادره ما بخلينا نخجل انه ممكن احنا يعني يكون مرفوضين. والمبادره ما بقوم فيها الا القوي وعنده ثقه، الشخصيه القويه. يعني في ناس بقول لك انا بستحي اطلب او بستحي ابادر، هي بدي اكسر مثلا من نفس. لا، هاي بدك تبادر، بدك انت بالعكس، لانك شخصيتك قويه وعندك هذه الثقه. 100% ثقه بالنفس نتيجه الشخصيه القويه، وبالتالي يعني حيجبر الشخص الاخر لما احنا نبادر انه بالرد اللطيف. صح. ومن هون احنا بنكسب مساحه شخصيه رائعه في التعامل. صح. مع هذا الاخر. صح. نعم. لا ننسى شغله مهمه، مرات حتى لما بنتحدث مع الاخرين نحكي اسمهم. الاسم له تأثير معنوي. صح. نفسي قوي جدا إيجابي. صح. حتى نقدر نجذب هذا الشخص ونخليه مو بس ينتبه. يسمع، يستمع. صح. لأن مهارة الإنصات هي مو بس سمع، كلنا بنسمع. صح. بس الاستماع هو الأهم. صح. لأنه في كتير ناس إحنا بنتحدث معهم بيقاطعونا بنص الحديث، هون للأسف شديد بيكون هم ما عندهم هاي المهارة، وبالتالي دايما المخرجات لهذا التواصل وهذا التفاعل دائما ناقصة.
ما بنقدر نوصل الرسالة بشكل صحيح. فالسمع والاستماع هون تكتمل هاي المهارة، وبالتالي قادرين نفهم بعض ونوصل للنتيجة اللي احنا بدنا اياها. والله موضوع مهم كثير، طويل جدا يعني. واحنا دائما نستمتع بتواجدك معنا، معلومات جد جميله جدا بتكون، معلومات هيك قيمه. وبنحب دائما هيك نتحدث بالامور الحياتيه لانه مهم جدا. يا ريت بتحبي ايش بتحبي عشان دائما الواحد يعطي شويه اهميه للموضوع. دائما بقول انه مهاره فن التعامل مع الاخرين هي المهارات الرئيسيه والاساسيه بحياتنا. هذه بيحرص عليها الناجحين. نركز أنه الناجحين بيهتموا يتقنوا هاي المهارة ويتدربوا عليها ويطبقوها بحياتهم حتى يحصلوا على أفضل النتائج. دايما إحنا لازم ندرك حقيقة أنه مجتمعنا مليان بشخصيات مختلفة. صحيح. إحنا مش مضطرين نرضي ونصادق الكل، بس بالنتيجة إذا إحنا بحاجة لنوصل صوتنا ورسالتنا لشخص معين وإحنا مضطرين نتعامل مع أشخاص معينين بحياتنا، يجب أن ندرك أنه يجب أن نتعلم ونتقن الطرق اللي احنا حكيناها لحتى نكون في عنا تفاعل وتعامل كتير فعال، وعم نبني قنوات تواصل واتصال ولغة مشتركة ما بيننا وبين الآخرين. احنا بنشكرك منال علاء الدين، وانت مدربة مهارات حياتية، شكرا لك. يعني الكلام الجميل شرفتينا. شكرا لكم. شرفتينا. شكرا. اهلا. يعني